الظاهر بتحب الشجر وزريعة كثير يا أستاذ ماجد، مو هيك؟ والله يا أستاذ إبراهيم أنا بحب كل شيء فيه روح. نحن خلصنا تدريباتنا، ها بإمكانك تاخذ حريتك بالمكتبة. على فكرة الحفلة المسابقة رح تصير عنا هون بمسرح المدرسة، والفائز إله كاس. بقى شو قلت؟ شو بدي أقول يعني؟ ما بعرف، علق بشي كلمة. شباك العمى شو ناشف؟ سيدي مو صحيح هالكلام، لو ما تكون اللجنة متحيزة كان فاز فريق مدرستنا، وبعمركم ما بتشوفوا الربح. اسكوت اسكوت، ما سمعت طلابك شلون عم يقروا الشعر النضالي سوري مثل الضفادع؟ وعم يخربطوا بالقواعد كمان. طبعا وعم يخربطوا بالقواعد. ما فشرت، انا بتحدى فيهم سيباوي. يا عيب الشوم عليكم، اصلا لو ما برطلتوا اللجنة ما اخذتوا الكأس. اوعك استاذ شواد، شواد هذا الكلام خطير كثير، كثير خطير وله عواقب وخيمة كمان، وأنا من جهتي بدي يرفع تقرير. يا ريت، خوفتني والله، يا ريت يجوا ويحققوا بالموضوع. أخي المهم النتيجة، والنتيجة ياد هالكأس صار لنا 3 سنين مناخده عن جدارة. ودخلك على شو؟ على شو؟ على الفوز. على شو يعني؟ خير شو في؟ قاعد نخص عم برمو حجارة على المدرسة. شو الحكي؟ معلوم بدهم يفرغوا الشحنة الثورية. يا عزتين طلعت برهم بمعرفتك، وإذا ما زاقوا على دمهم طب لهم الشرطة. حاضر أستاذ. إيه أستاذ ماجد، ما قلت لي مبروك؟ صار بخزانتي 3 كؤوس كأس من الاتحاد ال... أستاذ إبراهيم الحق سيارتك. شو بها سيارتي؟ موبايل. حتى الموبايل سرعته كمان. يخرب بيتكم يخرب بيتكم. لك يا يا عز الدين اتصل بالشرطة فورا. استاذ ابراهيم ان شاء الله مبروك. على شو مبروك؟ على الكأس يلي ربحتوه بمسابقة الشعر الحماسي النضالي الثوري.